مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: تحقيق أممي، الحوثيون حصلوا على أسلحة نوعية جديدة بينها صواريخ كروز برية. ومن صحيفة الفرنسية لوموند: الجامعة العربية ترفض خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط. وفي الأخبار المنوعة: بريطانية تجري 30 عملية تجميل قبل أن تبلغ 17 من عمرها. البداية من الموقع بوست، والذي نقل عن تقرير لخبراء أمميين أن جماعة الحوثي حصلت في العام 2019 على أسلحة نوعية جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة في إيران، وبينها صواريخ كروز برية. التقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي واطلعت عليه الوكالة الفرنسية هو ثمرة تحقيق استمر سنة أجراه خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015. وأوضح التقرير الذي يفترض نشره قريبا أنه إضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة التي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعا جديدا من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا، ونموذجا جديدا من صواريخ كروز البرية. وبحسب المحققين، فقد ظهر اتجاهان على مدار العام الماضي قد يشكلان انتهاكا للحظر: الأول نقل قطع غيار متوفرة تجاريا في بلدان صناعية مثل محركات طائرات بلا طيار، والثاني يتمثل في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطورا. ولفت التقرير إلى أن القطع العسكرية وغير العسكرية يبدو أنها أرسلت عبر مسار تهريب يمر بعمان والساحل الجنوبي لليمن عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وصولا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وأكد المحققون أنه من غير المرجح أن يكون المتمردون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطية سعودية على الرغم من تبنيهم لها. في زاوية المقالات نطالع في الشأن المحلي مقالا في المصدر أونلاين كتبه كمال السلامي بعنوان: لا حياة لمشروع الموت. يقول فيه: الحرب أعظم استثمار بالنسبة للحوثيين، يستغلونها لتطويع المجتمع وتزوير هويته وتحويله، كما قال الزميل يحيى اليناعي في أحد مقالاته، إلى مجتمع حرب. لكن ماذا لو توقفت الحرب؟ هل سيصمد مشروع الموت الحوثي أمام استحقاقات الحياة؟ لن يصمد قطعاً في تقديري، لأن المجتمع بطبيعته سينبذ مشاريع الموت ويقاطعها، وهذا يعني اضمحلال مشروع تصدير الثورة، ولنا في العراق خير مثال على ذلك. فبعد أن توقفت الحرب على داعش وانتفى مبرر تشييع المجتمع وتطييفه، خرج جميع العراقيين سنة وشيعة رافضين ذلك المشروع المشؤوم. ولعل أخطر ما يقوم به الحوثي اليوم هو التغلغل في عمق المجتمع والكمون في دهاليز الدولة العميقة من خلال الاستيلاء على الوظائف في المناصب العليا وحتى أدنى المستويات الوظيفية. يعمل الحوثيون ليل نهار للسيطرة على السوق البيضاء والسوداء. حركة المال والمشتقات النفطية والسلع الأساسية أصبحت بقبضة الجناح المتطرف المرتبط بمشروع الحرس الثوري العابر للحدود، كما أن استهدافهم للتعليم يأتي في سياق مساعيهم لخلق جيل منفصم تماماً مع ماضيه المضيء الرافض للعبودية والعودة إلى زمن تقديس الخرافة والولاية المزعومة. ورغم كل ذلك لن يصمد أمام استحقاقات مرحلة السلام والتنمية، لأنهم كيان تخريب وتثبيط لا كيان تنمية وإعمار. وبناء على ذلك نلخص إلى أن مشروع جماعة خرافة الولاية سيسقطه الوعي الشعبي وستتجاوزه مفاعيل السياسة والثقافة والوعي، ولا حياة لمشروع يقدس الموت والخرافات في زمن يكون السبق فيه لصاحب الفكرة والإنجاز والنجاح في تتبع أسباب الرفاه المجتمعي، في زمن تذوب فيه العصبيات السلالية والقبلية والمناطقية لصالح الهوية المتجانسة التي تقدس الوطن والإنسان فقط. إلى أحد أخبار موقع المصدر أونلاين، والذي يقول: إن غزوان المخلافي أصيب فيما قتل مرافقه وأصيب مسلحون آخرون في كمين نصبته عصابة مسلحة وسط مدينة تعز.
مصدر محلي قال للمصدر أونلاين إن عصابة مسلحة يقودها غدر الشرعبي نصبت كمينا للعصابة الأخرى التي يقودها غزوان المخلافي في منطقة عصيفرة شمالية مدينة تعز، وعقبته اشتباكات بين الطرفين. ووفقا للمصدر أصيب غزوان بجروح خطيرة وقتل مرافقه معتز الشرعبي، وأصيب 3 من عناصر العصابة التابعة لغزوان ونقلوا إلى مستشفى الصفوة في ساحة الحرية لتلقي العلاج. يشار إلى أن اشتباكات متكررة تشهدها المدينة بين الحين والآخر بين عصابات السطو على الأراضي والجباية من الأسواق الشعبية، من ضمنها عصابتا غدر وغزوان اللتان خاضتا مواجهات خلال الفترة الماضية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. مدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري بحسب موقع الحرف 28 نفى مزاعم وصول 95 مواطنا من الصين إلى اليمن، وأشار العمري في بلاغ صحفي إلى أن كل المسافرين اليمنيين القادمين من الصين بصحة جيدة، وأضاف أنه تم إصدار تعميم سابق مفاده منع دخول أي مواطن أجنبي إلا بإقرار صحي حتى إشعار آخر. وكانت مواقع محلية تداولت أخباراً عن وصول مواطنين من الصين مصابين بفيروس إلى مطار عدن. وزارة الصحة والسكان قالت إنها أقرت عدداً من الإجراءات، منها تزويد مكتب وعيادة الحجر الصحي بمطار عدن وجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالأجهزة اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، كما أنها خصصت مكاناً للحجر الصحي للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا. يكتب الصحفي مأرب الورد في صحيفة العرب القطرية عن التسوية الملائمة للخارج ويقول: كلما حصل تطور في المشهد اليمني تعالت أصوات بعض الجهات الدولية المؤثرة في اليمن مثل بريطانيا للحديث عن ملامح تسوية لإنهاء الحرب والتذكير بنتائجها وفضائل العودة للمفاوضات السياسية. ومع تطورات الأحداث في جبهة نهم شرق صنعاء وما بعدها ومناطق أخرى في البلاد، تحركت بريطانيا لتحقيق تهدئة والدعوة لمفاوضات عاجلة. المؤمنون بالسلام حقا استغربوا وتساءلوا عن توقيت الدعوة، ولماذا لم تسبق معارك نهم بدلا من انتظار نتائجها ومعرفة الطرف المتقدم فيها لإعلان مثل هذا الطرح؟ من المنطقي أن يسأل هؤلاء عن دلالة التوقيت، والذي يبدو تشجيعاً للحوثي على استغلاله اتفاق السويد، وخاصة الجزء الخاص بالحديدة، والذي أوقف عملية الشرعية لتحرير المدينة منه قبل أكثر من عام. إن مثل هذا التعامل مع الحوثي أعطاه ما يعتبره ضوءاً أخضر لفرض واقع القوة هنا وهناك، وتعميده دولياً باتفاق أو قرار، في تشجيع خطير للميليشيات المسلحة للانقلاب على الدولة وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وليس فقط اليمن. من حق السلطة الشرعية المعترف بها دولياً استعادة سلطتها على كامل التراب الوطني وطلب المساعدة من أي دولة تمكنها من ذلك طالما دعت الحاجة، وهذا مكفول في المواثيق الدولية. الوضع في اليمن متغير مهما ظهر للبعض ميالاً لصالح هذا الطرف أو ذاك في بعض الأحيان، مع أن النهاية ستكون لصالح مشروع الدولة الوطنية لا للدويلات والارتهان الأجنبي. لا يمكن لبريطانيا أو غيرها أن تحدد أي شيء يتعلق بمستقبل اليمن ولا شكل التسوية مع الحوثيين، وعليها التخلي عن الحنين لممارسة دور الوصي على الجنوب أو الحلم بموطئ قدم في الحديدة على البحر الأحمر. فيما يتعلق بالدعوة لمشاورات جديدة، يجب تجاوز أخطاء الماضي حينما كان يتم تحديد مواعيد جولات المفاوضات تلبية لضغوط وأهداف بعض الأطراف الخارجية قبل نضوج ظروفها. النتيجة أنها فشلت عملياً، وهذا ما يجب وضعه في الحسبان. من جولتنا في الصحف الفرنسية نطالع ما ذكرته صحيفة لوموند وترجم خصيصاً لقناة بلقيس. ذكرت أن الجامعة العربية ترفض خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، عندما أعلنت أنها ترفض خطة السلام غير العادلة للفلسطينيين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت الجامعة العربية التي اجتمعت في القاهرة بناء على طلب السلطة الفلسطينية في بيان إنها ترفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية لأنها لا تحترم الحقوق الأساسية وتطلعات الشعب الفلسطيني، وأضافت أن القادة العرب وعدوا بعدم التعاون مع الإدارة الأمريكية لتنفيذ هذه الخطة. أمين الجامعة أحمد أبو الغيط قال إن هذا التحول لا يساعد على إيجاد حل عادل ووضع السلام في مكانه، فيما أصر المسؤولون العرب على الحاجة إلى حل الدولتين بما في ذلك تشكيل دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية القطاع الفلسطيني من المدينة المحتلة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن سابقا انهيار جميع العلاقات بما في ذلك الأمنية بين السلطة الفلسطينية من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. وأضاف عباس: لا أريد أن يتذكر الفلسطينيون أنني بعت القدس، ثم تابع: للفلسطينيين الحق في مواصلة كفاحهم المشروع بالوسائل السلمية لإنهاء الاحتلال. عن إعادة اختراع القضية الفلسطينية كتب حازم صاغية مقالا في صحيفة الشرق الأوسط وقال فيه: صفقة القرن تستحق الهجاء الذي نالها وأكثر، تنكر للحق والعدل، دعم زعيم لزعيم، والاثنان تسائلهم المحاكمات وتنتظرهم الانتخابات، بت المسألة كأنها مسألة عقارية، تغييب الشريك الفلسطيني، ضعف الغطاء الدولي، إذن فشل مرجح. الصفقة لم تهبط من عدم، ولا هي نتاج تآمر هنا وخيانة هناك، ثمة تاريخ يمتد على مدى قرن من الصراع تغير فيه العالم العربي كثيراً وتغير العالم أكثر. أما الفلسطينيون فعملت الأكثرية الساحقة من تلك التغيرات ضدهم، اجتمع سوء الحظ وسوء السياسة وضعف الموقع التفاوضي ليجعل هذا القرن قرناً من الهزائم. في 1936 قاتلوا كعائلات وحمولات، بين 1967 و 1982 قاتلوا كتنظيمات وفصائل، بعد 1993 قاتلوا كسلطة، قاتلوا إبان الحرب الباردة وقبلها وبعدها. من الأراضي المحتلة قاتلوا بما أتاحته انتفاضتان سلمية وعنفية، وقاتلوا من الخارج العابر للحدود، قاتلوا مدعومين من السوفيات والصينيين، لكنهم أيضاً سالموا مدعومين من الأمريكيين والأوروبيين. مارسوا السلام المتصلب مرموزاً إليه بعرفات، والسلام المتراخي مرموزاً إليه بعباس، والسلام عبر المدخل الاقتصادي لفياض. والعرب أيضاً وفي حدود إسهامهم شاركوا في تقلب التجارب وزادوها تقلباً، وغالباً ما ضاعفوا مرارتها. حاربوا إسرائيل كأنظمة محافظة وكأنظمة عسكرية، حاربوها كحلفاء للغرب وكحلفاء للسوفيات. هذا المسار التاريخي بتناقضاته وهزائمه صار يستدعي إعادة تعريف أو إعادة اختراع للقضية الفلسطينية. الوضوح بات مفقوداً والجاذبية باتت ضعيفة. أيضاً لم يعد مفهوماً تماماً هل القضية وطنية فلسطينية أم قومية عربية أم إسلامية تحتل الصلاة في القدس موقع القلب منها أم كل هذه معاً؟ وهل هي قضية سياسية يجوز تعريضها للسؤال كما يجوز فيها الاختلاف؟ ومن السؤال والاختلاف تنبثق الأفكار، أم أنها قضية مقدسة لا يجوز عليها السؤال ولا يجوز فيها الاختلاف بحيث تتعفن ويترك أمرها لحكام مرائيين يستثمرون في قداستها؟ ومن ثم هل الثورات العربية مفيدة للقضية الفلسطينية ومكملة لها أم أنها تنافسها وتضر بها؟ صحيفة البيان ذكرت أن الملياردير بيل غيتس تنبأ في 2019 بظهور فيروس قاتل في أسواق الصين قبل انتقاله بسرعة إلى مختلف بقاع العالم، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع كورونا. بيل غيتس في سلسلة وثائقية صدرت على نتفليكس جرى بثها لأول مرة أواخر العام الماضي حذر من أن العالم غير مستعد للتعامل مع تداعيات انتشار الفيروسات التي غالباً تحتاج سنوات للعلاج ولعلاجها والقضاء عليها. وأبرزت الحلقة التي بثت بعنوان الوباء القادم أن أسواق الحيوانات هي مصدر الفيروسات، مضيفة: جثث الحيوانات المكدسة فوق بعضها البعض والدم المختلط مع اللحوم من عوامل انتقال مختلف أنواع الفيروسات إلى الإنسان قبل انتشارها بشكل كبير وسط البشر.
جيتس قال أيضاً إن أكبر خطر لدينا حالياً ويمكن أن يتسبب في مقتل ملايين الأشخاص هو ظهور وباء جديد. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً. قال موقع عربي 21 إن فتاة بريطانية لم تكمل بعد عامها 17 أجرت 30 عملية تجميل أنفقت عليها 15,000 جنيه استرليني بعد أن أصيبت بهوس التجميل. الفتاة التي تدعى سارة دفعت تكاليف عملياتها ببطاقة الائتمان الخاصة بوالديها عبر التطبيقات على هاتفها الذكي. والدتها قالت إن هوس ابنتها بعمليات التجميل دفعها لتجريب كل المواد التجميلية، فيما قالت الفتاة إن العيادات لم تطلب منها إثبات عمرها قبل إجراء أي عملية لها، حيث بدأت من صالونات التجميل المحلية وصولا إلى العيادات المتخصصة في قلب مدينة لندن. متحدثة باسم وزارة الصحة صرحت بأن الوزارة تشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بأنه باستطاعة الأشخاص الوصول إلى إجراءات التجميلية دون تقييم شامل لحالتهم، لذا ننظر في إمكانية فرض قيود على العمر الذي يسمح فيه بالحصول على علاجات تجميلية معينة. والدة سارة عمل على تعقب العيادات التي زارتها ابنتهما واستطاع استرداد الكثير من تكاليف العمليات، فيما رفضت بعض العيادات الدفع بذريعة الحفاظ على سرية معلومات المرضى. يتساءل الكاتب محمد طيفوري في صحيفة العربي الجديد عن الربيع العربي، هل هو نسخة ثانية أم ثورة تصحيحية؟ ويجيب على سؤاله بالقول: شهد العالم الغربي موجة ثورية ثانية عمت السودان والجزائر والعراق ولبنان، فبعد 8 سنوات فقط، وهو زمن قياسي في مسار الثورات، قررت الشعوب استئناف المد الثوري لخوض جولة جديدة في مباراة التحرر من القهر والانعتاق من براثن السلطوية. قررت الشعوب العودة إلى الشوارع في مناخ عالمي سمته الاحتجاج والغضب الشعبي، والتي يرجح أن تزداد حدتها هذه السنة من أجل مواصلة معركتها من أجل الحرية والتغيير. بعد أن استخلصت القواعد والدروس، لقد رفض المحتجون الاحتفال بالانتصار النسبي جراء سقوط أجزاء من النظام بعدما استخلصوا درساً بليغاً غير قابل للنسيان من الثورة المصرية، جعلهم يرددون في السودان إما النصر أو مصر، وفي الجزائر يرحلوا جميعاً، وفي لبنان كل يعني كل، مؤكدين أن أصل المشكلة مع النظام برمته لما يمثله من تحالف موضوعي لقوى منتفعة من الاستبداد والفساد عقوداً من دون اهتمام بالأسماء والأشخاص. تراجع الخطاب الأيديولوجي بشقيه الطائفي والحزبي في الساحات والميادين بشكل ملفت لصالح خطاب وطني جامع فوق هوياتي، فحضرت الأعلام والشعارات الوطنية التي تجمع عليها كل القوى الفاعلة في البلد. كانت هذه الموجة أكثر جذرية مخافة تكرار أخطاء الموجة الأولى، وعلى الرغم من الاختلاف في التفاصيل والشروط الموضوعية لكل بلد، ثم تقاسم مشترك بينها يتمثل في تجاوز المؤسسات الوسيطة بين الشعب والسلطة. لا يجدر بالمحاولات التصحيحية التي قام بها الثوار في النسخة الثانية من الربيع العربي أن تدفعنا إلى الإفراط في التفاؤل، فما قد يبدو نعمة في سياق قد يتحول إلى نقمة في سياق آخر. فعلى سبيل المثال، غياب القيادة الثورية الذي بدا ملمحاً رئيسياً في هذه النسخة عكس الأولى التي سيطرت عليها نخب المعارضة التقليدية قد ينقلب إلى مشكلة. فمن شأن بقاء الحراك بدون مخاطب أن يعيق عملية التغيير والتحول يبقى ما يحدث في النهاية، مؤشراً على تهافت مقولة الخريف العربي وسخافة سردية رفض التربة العربية لبذرة الديمقراطية. من صحيفة الجارديان صور لأحداث متنوعة نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
يبدع رسامو الكاريكاتير ويعبرون عن القضايا السياسية والقصص الشعبية برسوم توجز كل ذلك بطريقة سلسة وقريبة من المشاهد. نتابع. كان هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.